مدينة الفسطاط مصر القديمة كما كان يطلق عليها المصريون، تنصهر الخبرات وتجتمع الحرف التي تراكمت بمرور السنين، ومنها صناعة النحاس. هنا يتقابل محمود وإسلام أصحاب إحدى ورش مسابك النحاس، ومعهم الحاج بكر الذي يأتي من الوقت للآخر ليتسلم بضاعته، وهو بالنسبة لهم بوابة مهمة لظهور أعمالهم الفنية إلى الجمهور. النحاس أول ما بيجي طبعا بيبقى لونه زي ما انت حضرتك شايف كده، لونه غامق لأنه بيبقى نحاس أحمر، فبيتضاف عليه طبعا نسب معينة من الألتمونيوم والزنك وكده عشان يديني اللون الأصفر. بس بنصنع منه بقى انت حضرتك شغل النجف، أباليك، أنتيكات، شغل اكسسوارات الموبيليا وحاجات زي كده، شغل مشغولات النحاس. يعني تقريبا عمري كله في سباكة النحاس، يعني اكتر من 35 سنه اساس سباكة المعادن هم الفراعنه دي معروفه، وبقيت ان وبعد كده العالم كله اتعلم مننا المهنه بس تفوقوا علينا فيها. انا بصنع الحاجات اللي ديت اللي انت سيادتك شايفها، وده رمل جبلي بيبقى ابيض، احنا بنخليه من كتر الحريق بيسود. سيادتك انا بختم زي كده وبنزل الشغل بيتصب في قلب النحاس على حسب الرسمه سيادتك اللي انت شايفها دي، انا برسم زيها. بتحط مثلا في اوضه نوم، في نجف بيتعلق في السقف، في حاجات مثلا ابلكيهات، مش كل الحاجات اللي هي بتبقى شغالين فيها. قطع النحاس بعد تشكيلها تدخل إلى مرحلة أخرى، وهي التلميع وإزالة الشوائب حتى تشع نورا من بريقها. بعد سبك المعادن، بعد سبك النحاس، احنا بنختص بتشطيب النحاس. بيمر عندنا النحاس بثلاث مراحل، اول حاجه بازاله الروائش عن النحاس، ثاني حاجه الصنفره والتلميع، بعد كده ممكن ينزل النحاس حواض ذهب او فضه على حسب طلب العميل او طلب الزبون. زي ما انت شايف ده الشكل النهائي لنحاس الموبيليا، احنا بنختص بنحاس الموبيليا بشكل كامل. يجلس الحاج بكر متأملا في واحدة من التحف النحاسية، مثمنا على مهارة العمال المصريين وعلى الصناعة المصرية التي لا تزال محافظة على جودتها. صناعة النحاس من أحسن الصناعات لأنها قيمة موجودة في السوق، وحقيقي يعني قيمة تتوارث للأجيال لأنها ما بيحصلهاش أي حاجة طول ما هي كده. حتى لو بقت قديمة عندك، كل اللي بيحصله بتحطها فرشة بتلمعها بقى جديدة تاني، فديت حاجة تتوارث وحاجة حلوة. يعني لا صناعة مصرية طبعا، الصناعة دي أصلا دي خامات، ونحط لها الأنيا، ونحط لها على نحط نخلط النحاس بأنيا عشان يدينا مرونة في اللفة عشان ما يقطمش مننا. إن كانت بتحط على اكسسوار موبيليا أو اكسسوار أنتيك أو كنسول أو نجف، كل حتة من دي بتتعمل لوحديها لأنها ما بتطلعش ده كده منتج نهائي، إنما إحنا كل حتة من دي بتتعمل وبعدين بتطلعها وبعدين بتتجمع تديني شكل الجمال النهائي ده. الحمد لله بفضل الله. والله هو في ناس في استراليا بياخدوا مني شغل، بيقولوا لي احنا بيننا وبين الصين ساعة طيران، انت شغلك مبهدل الصين. ليه؟ لان بيحبوا الحاجة غريبة، ان الصين بيعمل كله شكل واحد، احنا كل مرة بنعمل انتيك حاجات شكلها حلو، كل ديزاين ليه شكل جمالي ومواصفات، بتحب الذوق المصري وهما بيحبوا الذوق المصري برضه.
محمد الخطيب لمراسل النيل.